مساء الخير. في هذا التطور اللافت ربما في قرية برقة هو أن المستوطنون أو المستوطنين دخلوا إلى قرية برقة إلى الشرق من مدينة رام الله. في هذه الأثناء وردنا بوقوع 4 إصابات تم نقلها لأحد المراكز الطبية في قرية دير دبوان المجاورة لتلقي العلاج، لكن بكل الأحوال نحن نتحدث عن هجوم تدعمه الشرطة والجيش وقوات حرس الحدود التي تتواجد في البلدة ولكن دون أن تحرك ساكن. هناك مواجهات عنيفة تجري في هذه اللحظات بين الشبان الفلسطينيين الذين يستخدمون أيضا الألعاب النارية المفرقعات لإبعاد المستوطنين الذين أحرقوا عددا من المركبات وأحرقوا أيضا مزرعة للمواشي وكذلك قاموا بقتل عدد من المواشي. كل ما هو فلسطيني يقومون بقتله في هذه اللحظات في هذا الهجوم المستمر حتى هذه اللحظة، لكن هناك استنفار كبير جدا للفلسطينيين أيضا داخل القرية، خصوصا بأن هذه القرية يعني تحاط بعدد من المستوطنات على رأسها مستوطنة جبعات أساف وعوز سيون وكذلك شارع 60 الاستيطاني الذي يعني يسلكه المستوطنون. هناك أيضا بعض البيوت المتنقلة التي أقامها المستوطنون في الآونة الأخيرة للاستيلاء على مزيد من الأراضي. لا يوجد أي شيء يمنع هؤلاء المستوطنين من الدخول إلى قرية برقة ومن ثم اعتداءاتهم على المزارعين على رعاة الأغنام من خلال قتل الماشية وقتل المواشي التي يملكها الفلسطينيون المزارعون. قبل عدة أشهر كان هناك جولة للاتحاد الأوروبي وقناصل أيضا سفراء اطلعوا على واقع الحال بصورة واضحة. الجيش الإسرائيلي حاصر البلدة على مدار فترة طويلة وقام بالتنكيل بها، طب كل يعني ليلة ضياء، يدخل ضياء عفوا المستوطنون عفوا ضياء، وكذلك يعني يتنكرون بزي الجيش الإسرائيلي لتنفيذ حملة انتقام. عفوا نعم ضياء، يعني لماذا برقة تحديدا؟ يعني هل هناك ما يفتح شهية قطعان المستوطنين لهذه القرية؟ نعم كل الأراضي الفلسطينية عمر هي فعليا مستهدفة من قبل المستوطنين. برقة بصفتها تقع على منطقة عالية نوعا ما وأيضا محاطة بعدد من المستوطنات التي تم بناؤها بصفة أن هذه المنطقة ذات طبيعة خلابة، وأيضا امتدادها في منطقة وسط الضفة الغربية هناك أهمية استراتيجية للسيطرة عليها من قبل المستوطنين، خاصة بأنها أيضا تمتد إلى منطقة الأغوار وتسيطر على أو قريبة من تجمع بنيامين الاستيطان الذي يضم عدد كبير من المستوطنات. هناك أيضا يعني غرف متنقلة وضعها المستوطنون في الآونة الأخيرة يراد من خلالها تكثيف التواجد الاستيطاني للسيطرة على أكبر كمية من مساحة الأراضي الفلسطينية. لا نتحدث فقط عن برقة، نتحدث عن المغير، عن ترمس عية، عن مناطق كثيرة جدا تم الاستيلاء على غالبية أراضيها في الآونة الأخيرة بعد 7 من أكتوبر على وجه التحديد، وأيضا القرار الإسرائيلي بشرعنة عدد أو عشرات البؤر الاستيطانية الذي صدر مؤخرا من قبل الحكومة الإسرائيلية يدل على أن الأمور تتجه في الضفة الغربية حسب كثير من المراقبين عمر بأنها تتجه للسيطرة الكاملة ومحاولات تطبيق الخطة الإسرائيلية لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل لتصبح جزء من إسرائيل. لكن بكل الأحوال نحن نتحدث عن وضع صعب جدا، نتحدث عن مستوطنين مدججين بالسلاح يدعمهم الجيش الإسرائيلي الذي قبل قليل أيضا أطلق القنابل الغازية وأيضا استخدم العير المطاطية في تفريق الشبان الذين حاولوا التصدي على لهجوم من قبل المستوطنين على قريتهم. لذلك حتى هذه اللحظة يعني نتحدث عن وضع خطير جدا، هناك عدد من الإصابات يجري التعامل معها، بعض رجال الإطفاء وصلوا إلى القرية عندما دخلوا إلى المزرعة تم مهاجمتهم من قبل المستوطنين بالحجارة، شاب فلسطيني أصيب بصورة مباشرة في رأسه جراء إلقاء الحجارة عليه، بعد ذلك استخدم الجيش الإسرائيلي القنابل الغازية مما أدى إلى اختناق العشرات وكذلك رجال الإطفاء وحتى المسعفين الذين وصلوا هناك أصيبوا بحالات اختناق نتيجة استنشاقهم الغازات المسيلة للدموع. ضياء حوشية، شكرا جزيلا لك، متحدثا من رام الله عما جرى في قرية برقة شرق رام الله من اعتداء لمستوطنين على سكان القرية وعلى ممتلكاتهم. شكرا جزيلا لك.